UNFM 91.2. الكل نغمة حكاية. عسلامة ومرحبا بكم. حديثي اليوم على فنانة نقشت اسمها بالذهب في ذاكرة الموسيقى التونسية وفي موروثنا الفني. فنانة عاشت شوية أما خدمت وتعبت برشا وخليت رصيد فني كبير. حديث اليوم على الفنانة التونسية صالحة اللي تولدت عام 1914 في قرية صغيرة اسمها دشرة نبر في ولاية الكيف وتربيت في عائلة فقيرة. صالحة من اللي صغيرة كانت تحب الخدمة وما استسلمتش للفقر اللي كانت تعاني منه عائلتها، وخدمت في خسار محمد باي خلمنصف باي اللي في فترة ما يحكم تونس. تستنى بالدقيقة والدرج اللمات الفنية اللي كانوا يسيروا في قصر محمد باي، وكانت تردد الأغاني بطريقة بدوية. ومن بعد انتقلت صالحة وخدمت في دار الفنانة بدرية، وسمح نهار بالصدفة المحامي حسونة بن عمار وأعجب صوتها القوي ونبرتها البدوية، وبعد مدة هزها وعرفها على الفنان البشير فهمي اللي راهن عليها وقدمها للجمهور في برشا حفلات، وأهمهم حفل افتتاح الإذاعة التونسية عام 1938. ومنها كانت الانطلاقة الفعلية لصالحة اللي التحقت بالمعهد الرشيدي وبدأت رحلتها مع التراث التونسي والأغاني الخاصة. في الخمسينات صالحة ولات شخصية أسطورية في تونس، اسمها كبير، شهرة ما ليهاش مثيل، والجمهور التونسي وصل قرنها حتى بأم كلثوم. صالحة غنيت لأكبر الملحنين وقتها، غنيت لخميس ترنان وغنيت لمحمد التريكي وغنيت لصالح المهدي وغيرهم من الملحنين والموسيقيين الكبار. نحكيو على أسطورة، نحكيو على مرأة عظيمة وفنانة وعليها الكلام. صالحة التونسية قبل ما تغادرنا غنيت على مرضها اللي هزها في عز شبابها عام 1958 وكان عمرها بالضبط 44 سنة. هي غنيت مريض فاني، الغنية كانت توصف حالتها وكانت آخر ما غنيت فنانتنا صالحة. صالحة فنانة وعليها الكلام، واليوم تسمى مهرجان كبير الموسيقى باسمها وشارع كبير في ولاية الكيف، وقعد اسمها راسخ وغنيها خالدة في أذهان التوانسة الكل. من بين الأغاني اللي اليوم قعدت راسخة في أذهان التوانسة وما تنساوش شرقي غذاء بالزين، يلي بعدك ضيع فكري، يا خاينة بشكون بدلتيني، فراق غزالي ومريث. كل نغمة حكاية.